والنبي صلى الله عليه وسلم هو المعصوم، أمره الله عز وجل فامتثل أمر الله فأدى ما عليه كما أمر، قال جل وعلا فاستقم كما أمرت. فلا نظن برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه ماذا؟ استقام على أمر الله كما أمره الله، لذا اتخذه الله خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ومع ذلك كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة، وكان يعد له في المجلس الواحد يستغفر الله 70 مرة، كل ذلك تعليما للأمة. كان إذا انصرف من صلاته في صلاة فيها نية وفيها قيام وفيها تكبير وفيها قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن وفيها ركوع وفيها تسبيح وفيها اعتدال وفيها تسميع وفيها تحميد وفيها سجود وخضوع لله وتسبيح ودعاء وجلوس بين السجدتين ودعاء ثم سجود، فيها جلوس التشهد، فيها أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيها ما فيها من الخير، ومع ذلك بعد هذا القيام كله نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته أول ما يبدأ ماذا يقول بعد ما يسلم؟ ماذا يقول؟ يستغفر الله 3، يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. ماذا فعل حتى يستغفر؟ قام لله عز وجل قانتا، راكعا، ساجدا، تاليا، ذاكرا، ومع ذلك يستغفر الله عز وجل. والله إنه لتعليم للأمة، أكثرهم الاستغفار. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، يعني أسألك غفرانك، أسألك مغفرتك. قال العلم لما أذهب الله عنه الأذى الحسي ناسب أن يستغفر الله عز وجل حتى يذهب عنه الأذى المعنوي. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة وهو قدوة. قال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإذا كان هو القائم بأمر الله كما أمر، أحب عباد الله إلى الله، اتخذ الله خليلا، رفع الله ذكره، وضع عنه وزره، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يكثر من الاستغفار، فلماذا لا نستغفر الله عز وجل؟ أو نغفل عن الاستغفار فلا نستغفر الله إلا قليلا؟ لماذا؟ هذا قصور، هذا ذنب عظيم.